جناح آخر من الشيخية أنفسهم، رفض الدعوة البابية وفكرة نسخ الدين الإسلامي، وحارب البابيين بشدة. وكان هذا الجناح بقيادة المرزة محمد حسن جوهر، توفي سنة 1261، بسرعة متوفى هذا، الذي كان يتخذ من كربلاء مقرا له، وكذلك المرزة محمد باقر الأحقاقي، توفي 1301 هجرية، يعني 1883. وقد قام هذا الجناح المعتدل بالانفتاح على المدرسة الأصولية الاجتهادية، ورفض الطريقة الكشفية، ولكنه ظل محافظا على ولائه للشيخ أحمد الأحصائي واسم الشيخية. يعني أحدث فيه تطور، أو رفض بعض الأمور وقبل بعض الأمور، وانغلق على نفسه داخل الشيعة الإمامية، ولم ينخرط في الحركة العامة، حيث ظل يحتفى بمرجع ديني خاص، وامتاز بنظام توريث المنصب القيادي الديني في شخصيا وبصورة عمودية، يعني واحد من واحد. وهذا ما موجود عند الشيعة كما تعرفون، المرجعية مفتوحة على أي واحد، يعني يمكن على تلاميذ المراجع، ولكنها ليست محصورة في عائلة واحدة. فهؤلاء ابتكروا هذا النظام لأنه أصبحوا حزب ضيق وصغير في داخل الشيعة، فلكي يحافظوا على أنفسهم أقروا هذا التوريث، توريث المنصب المرجعي، المنصب القيادي الديني، بدءا من الشيخ محمد باقر الأسكوئي الأحقاقي، الذي ورث المنصب لابنه الشيخ موسى الأسكوئي، الذي ورثه إلى ابنه الشيخ علي الذي كان يقيم في الكويت، توفي سنة 1964، الذي أوصى إلى ابنه الألماني الدكتور جعفر رائد، وأنا رأيته عندما جئت إلى لندن، كان حي هذا الدكتور والتقيته عدة مرات، وهو الدكتور جعفر رائد، كان يهزأ ويسخر من الشيخية، وهو كان رجل يقول عن نفسه أنه غير متدين وغير ملتزم وغير مؤمن بأي شيء، وكان سفير شاه إيران في المملكة العربية السعودية، ولكن هذا الدكتور رفض المنصب، قال تعال أنت صير مرجعنا، يعني رغم ما ينظروا إلى علمه وإلى تقواه وإلى إيمانه وإلى دينه أبدا، فقط هو ابن فلان فيجب أن يكون مرجع الفلاني، ولكنه مع ذلك رفض هذا المنصب لأنه كان قد خلع الزي العلماء الديني وكفر بالنظريات الشيخية وحلق لحيته تماما ولبس الملابس الغربية، وانخرط في سلك الدبلوماسي الإيراني وأصبح سفيرا للشاه في المملكة العربية السعودية. فعندما رفض هذا انتقلت المرجعية الدينية للشيخية إلى أخ الشيخ علي المرزا حسن، الذي ورثها بدوره إلى ابنه المرزا عبد الرسول الأسكوئي الأحقاقي، الذي ورثها إلى ابنه الشيخ عبد الله الآن. وربما كان لوضع الشيخية وكونهم أقلية صغيرة بالنسبة للشيعة الإمامية دور في انطوائهم على أنفسهم وتميزهم خلافا لعامة الشيعة، تميزهم بنظام خاص في المرجعية الدينية يقوم على الوراثة الشخصية العمودية، ويكفل لهم المحافظة على سماتهم الخاصة. وقد حاول المرجع الأسبق المرزا حسن